وما زلنا معاكم مشاهدينا مستمرين، ونهاركم سعيد ويوم إن شاء الله سعيد علينا كلنا، كله خير وأمل وتفاؤل. فقرتنا هنتكلم فيها دلوقتي عن السيل، واحنا عارفين طبعا ان السيل قرب يبدأ، ويمكن احنا كستات عندنا دايما مشكلة مع الموضوع ده. احنا بنسمع كلمة سيل بنجري على طول، على طول عايزين نشتري، على طول عايزين نعرف ايه الجديد، التخفيض نسبته قد ايه، مين اكتر مكان عامل سيل، مين اكتر مكان عنده حاجات ممكن تنفعنا للسيزون اللي جاي، وبنشتري. بصراحة احنا بنشتري عمالة على بطال. يمكن الموضوع دلوقتي بقى يعني نظرا للظروف الاقتصادية والحالة الاقتصادية بقينا مقللين شوية، بس برضو يعني اللي فيه طبع ما بيبطلوش. بيسعدنا النهاردة يكون معانا الستايلست أميرة عبد المنعم، اهلا بيكي. هاي، ازيك؟ اهلا، صباح الخير. انت عامله زينا برضو طبعا، اكيد بتشتري عمال على بطال. لا انا اتعلمت. اتعلمتي؟ لا يبقى علميني ارجوكي. انت بس قلتي كلمه صح، اللي فيه طبعا مش ما بيبطل. بيبطلوش؟ لا لا بجد، لا، وخصوصا احنا كستات. ايوه، احنا بنشمش مع السيل في اي حته، يقول لك ده في اوفر، يعني في اربع كلمة حاجات اوفر ومعاهم دي حاجه، هو مش عايز الاربعه اصلا. بالظبط، كلمه اوفر دي تعبه الناس، يعني بجد الناس بتصدق. يعني دي مشكله، هي ثقافه، يعني هي ثقافه احنا اتعودنا عليها من زمان، ان احنا نسمع كلمه سيل نجري. احنا استهلاكيين قوي جدا، ما بنبقاش عارفين ايه اللي عندنا علشان نشتري، يعني نشتري في السيل، يعني اللي هو انتي بتزودي ايه. في ستات كتير قوي، انا بقول ستات شامله الستات والبنات يعني بالظبط، والبنانيه بشكل عام بالظبط، ما بيعرفوش دولابهم اصلا في ايه. برافو عليكي. وننزل نشتري حاجات وتلاقي نفسك بتطلعي حاجات بالتيكت، ايه ده انا ما لبستش ده ليه؟ طب وايه ده انا جايباه ده مش لاقي على حاجه عندي. او فجاه تلاقي نفسك انت عندك مجموعه الوان كلها متكرره، في ناس مثلا بتحب البني تلاقي نص دولابها بني. بني، يعني بقول بني عشان انا لابسه بني النهارده. لا لا. تلاقي ناس كتيره قوي بيجيبوا الوان مش عارفين ينسقوها مع بعض من هما بيشتروا. لا بصي، تقول لك انا هبقى اوفق في لا البيت. هو بقى مبدئيا انا عايزه اقول لك على حاجه، هو فكره ان انا يبقى عندي حب اللون معين او لطقم او لستايل معين او لحاجه معينه، ده موجود معانا في الحياه. لكن انا بتكلم في فكره احنا مش عارفين احنا عندنا ايه، او احنا ما بنبقاش فاهمين تركيبات الالوان او تركيبات اللبس على بعض، فما بنشوف حاجه نقول ايه انا ما عنديش قميص كارو صغير. لا انت عندك، بس انت مش فاهماه. فاحنا انت مش عارفه بنجري، تستخدميه اصلا. برافو عليك، احنا بنجري على السيل لمجرد ان هو قايل لي انا هديكي اوفر قطعتين وعليهم واحده هديه. لا، وفي كارثه تانية بقى، بشوف الحاجه على المانيكان تلاقيها تحفه. لا ده في كارثه اكبر، تتخيلي نفسك المانيكان اللي تشتريها. انا عايزه اقول لك على حاجه، في كارثه اكبر انا اكتشفتها بجد، لان انا يعني بنزل وبشوف ان في ناس بتخش تشتري الطقم على المانيكان بالظبط وتخرج بيه. هيليق مش هيليق، دي مش مشكله. تقول لك لا هو كان معمول هو كده، هو كان معمول كده، انا شفته كده. ودي برضو عدم ثقافه في تركيب الالوان. يعني احنا دايما بنتكلم يا جماعه افتحي دولابك للبنوته للست، افتحي دولابك شوفي انت. طبيعي كلنا لازم يبقى عندنا شميز ابيض، شميز اسود، بلوفر اسود، بلوفر ابيض، بني بني. شكله بيحب البني. كل ده لازم يبقى موجود معانا. تمام، بس ايه اللي ناقص؟ ازود الواني الجديده بتاعت كل سيزون. يعني السنه دي اوريدي تايجر موضه، هتقولي تايجر البني في اسود؟ لا، هقول لك تايجر احمر في اسود، هو ده الموضه. يعني مش اي تايجر؟ لا مش اي تايجر، ده اللي تروحي لو لقيتيه في السيل تجيبيه طبعا. يعني لانه قبل السيل اكيد كان غالي جدا. طب انا اعرف منين ايه الالوان الموضه بتاعت كل سيزون قبل ما يبدا؟ ما ده اللي هقول لك عليه بقى. احنا بي ستارت، اولا اول حاجه بنتكلم فيها، احنا السنه دي كنا بنتكلم يعني بنقول ايه الالوان الطبيعيه اللي احنا متعودين عليها، النبيتي، الابيض في اسود موضه، الكذا. لا السنه دي معانا الاورنج موضه، والزيتي موضه، والاخضر موضه، والالوان الفسفوري موضه، فاهمه؟ حاجات عينك مش هتاخد بالها منها. ليه؟ لان انت بتدوري دايما على الحاجه اللي متعوده عليها. بالظبط. تمام. لا، وفي بنات تقول لك ايه اصل انا ما بيلقش عليا الفواتح. بالظبط. ليه بقى؟ مش هلبسها عشان ما بتقس. يعني حتى البنات ما بتقسش ولا ما عندهاش الجرأه. لا، البنات الممتلئات عايزه اقول لهم حاجه، انت لو قستي يعني انت بتخافي تلبسي شميز ابيض، لكن لو لبستيه بشكل معين، سي لو القميص فيه تشجيره معينه عمره ما هيبين البطن مثلا. وتقدري تلبسيه وهو فاشن وموضه معانا. بتقول لك انا مش هقدر البس الجوب اللي هي البليسي مش عارفه عشان دي بتعرض. بتعرض. بس انت ما جربتيش هي تتلبس ازاي.
فاحنا ما عندناش ان هي ممكن بتخاف تجرب. لا ده في بنات بقى تقول لك ايه، انا بثبت البنطلون الاسود عشان اداري عيوب جسمي. انا عندي البنطلون الاسود ثابت ومن فوق بقى اغير. لا لا، في بنات بتعمل كده. بصي هقول لك على حاجه، احنا خلينا نتكلم في نقط مهمه جدا لازم الناس تتعود عليها او الناس كلها تاخد بالها منها. اولا البنات او السيدات العاملات، طبعا لبس الصبح حاجه ولبس بعد الظهر حاجه والكلام ده، بس احنا دلوقتي ما بقاش عندنا الكلام ده، احنا عندنا كله الاستراس بقى موضه الصبح. ده حاجه مش يعني مفهومه، يعني حقيقي يعني بيروحوا الجامعه الصبح بستراس فول ميك اب. برافو عليكي، فده اوريدي موجود. فانت حاولي توظفي نفسك، شوفي دولابك فيه ايه، انت ناقصك ايه. بطلوا تتفرجوا على صور على انستجرام وعلى الفيسبوك تقول لك انا عايزه الطقم ده وانا مش عارفه ده موضه، واشوف على فكره هو مش موضه. لا ده فظيع، هو مش موضه، هو على المانيكان حلو. احنا السوق بيحكم علينا الموضه، فاحنا بننزل بنختار من المحلات، هي بتشوف بقى ده بس هو ده. لا هو مش موضه، دي نحددها ازاي يعني الموضه بتيجي منين؟ بصي السوق هو بيفرض علينا، احنا اوريدي يعني بنخش المحل بنبقى شايفين ايه الاحمر النبيتي مش عارفه الاسود، بقول لك بنزود بقى الزيتي كده، هتلاقيه دايما موجود الالوان الزياده. في توليفه كده بتتعمل مع الاساسي. اوريدي انا مثلا كفاشن اديت بطلع اقول في التلفزيون موضه كل سنه ايه، لان انت بتبقي جايلك عارفه الموضه ايه فعلا، بتدخلي في بتشوفي في المحلات كذا وكذا وكذا. طب موضه الصيف الجاي ايه؟ لا دي هتبقى مفاجاه، مش الطيب يرجع يعني؟ بقى ورد بقى ورد يس يعني وحاجات الحاجات دي طالعه موضه، والحاجات الستريت وال يعني مش هنرجع وال يعني مش هنبقى يعني مثلا موضه الرجاله والستات في الشتاء الاخير ده راجع الكوت الطويل بتاع الزمان 2000 اخر 2009 الراجل يرجع يلبس تحت البدله بتاع مصاصه الدماء ده بالظبط. والله يعني انت دلوقتي ما بقيتيش يعني اوريدي محكومه بحاجه معينه، انت محكومه دلوقتي ان انت تشتري الالوان اللي تليق عليكي وانت تحاولي توظفيها. يعني انا اشتري الالوان اللي تليق عليا وموضه وفي وموضة نفس الوقت موديلاتها تبقى، ولا اخليني في اللي انا شايفه انه ده اللي لايق عليا وده اللي بيبان شكل جسمي؟ بصي هقول لك على حاجه، كل واحده عارفه شكل نفسها جسمها وهي مرايه نفسها، يعني خلينا واقعيين. مفيش حد بيلبس حاجه ويبقى عارف انها قصيره. لا بس في ناس دماغها متحجره بالظبط، ما هو يعني في حد يا بنتي يعني طب جربي كذا. لا بالظبط مش هجربه، لكن احنا ما انا عشان كده بقول لك نحط رولز. لو كل واحده ادت لنفسها انها تشوف الفكره بتاعت دولابها فيه ايه وناقصه ايه وجسيل ونزلت كملت ده، هي اوريدي كده عملت الحاجه مفيده جدا لنفسها. طب لو واحده دلوقتي قالت لنا طب انا عندي لبس كتير جدا ومش عارفه استخدمه وما بعرفش اوظفه، هل ينفع من دولابي اطلع الموضه؟ طبعا طبعا. ازاي؟ هقول لك ازاي. دلوقتي مفيش حد الجاكيت الجلد مش عنده اكيد، تمام. الجاكيت البامب مش عنده، بقالنا 15 سنه بنقول الجاكيت الارمي الزيتي ده موضه. ايوه دي حقيقه وبنجري ندور عليه ولغايه دلوقتي معانا موضه. تمام، مفيش حد ما عندوش الكارديجن الطويل بتاع المحجبات صحيح او القصير، فانت اوريدي عندك اهو خمس حاجات محتاجه فكر بقى افكر بقى ترى البس الجاكيت الجلدي ده السنه دي على سكيرت ولا على البنطلون بشكل وتحتيه مثلا شيميز او تحتيه بلوفر زي ما انا لابسه كده، ما انا ممكن كنت لابسه تحتيه شيميز مثلا او كذا، هل ده هينفع ولا اغير هزود عليه الوان هنطق الجاكيت ازاي هغير شكله خلي بالك كمان الاكسسوارز او الستايل كله مع بعض سواء محجبه او مش محجبه بيغير من شكل اللبس طبعا، بيدي طقم كل مره حاجه جديده. تمام، فدايما بنصحهم وانت نازله تشتري حتى وانت نازله في السيل اشتري الحاجه اللي ناقصاكي الطعامي بيها اشتري الحاجه اللي ناقصاكي. ده كلام جميل جدا، يعني دلوقتي لما تبقي نازله تبقي عارفه ايه اللي ناقصك بالظبط، مش نازله تشوفي هم بيبيعوا ايه. لا وما تشتريش بكميات، هم مخفضين ايه بالظبط اللي هو ثلاثة كميات. لا لازم نعرف بجد يعني حتى الجينز السكيني والحاجات ديت خلاص دلوقتي في الستريت وفي الجيب. الستريت رجع تاني؟ الجيب شورت رجع تاني بتاعت زمان دي الجميله اللي فاكراها بتاعت ايام زمان دي. منى عبد الغني كانت بتلبس الحاجات دي زمان والله عارفه الناس بتندم انها رمت الحاجات دي بصراحه. انا بنصح الناس والله نصيحه يا جماعه احتفظوا بالحاجه هترجع تاني وهتكتشفوا الصيف ده ان موضه الصيف اللي فات فيها حاجات من الصيف ده. في بنات كتير بتعمل اللي انا هقول لك عليه ده، يمكن انا واحده منهم، لما بتلبسي ستايل معين بتحبيه جربيه في محل
فتقومي واخده منه لونين ثلاثه. لا لا فانا ده عاجبني. طب اديني اللون البلو واديني الجراي واديني، لاني بحس ان هو ايه ده تحفه. ماشي بس فين التغيير؟ انا احسك امتى متغيره؟ ما هو اوريدي ما يعني تغيير اللون مش في المدرسه. تغيير اللون ما يعملش، لا ما يعملش اصلا، انا مش في المدرسه، ما دام الستايل واحد اغير موديل في لون. لكن انا مش في المدرسه، انا عينيا بتشوفك، عينيا بتشوفك هحفظك كده. امال انتوا ليه بتطلبوا يعني انا شايفه احنا دلوقتي على السوشيال ميديا المجال مفتوح، وعلى الفيسبوك، وانت شايفه اكيد البنات بتعمل ايه وبتعمل لوكات ازاي ومش عارفه ايه. فاوريدي ده كان في اوروبا، دلوقتي بقى موجود في مصر وبقى اوفر. فاوريدي إيه عشان اعمل ده لازم اكون اوريدي عندي كذا شكل لكذا حاجه عشان اقدر اوظف. صحيح. انا ممكن سكيرت او بنطلون البس عليه كذا حاجه هيخلي كل مره انت تشوفيني بشكل مختلف. ممكن حد دلوقتي يقول لنا ده محتاج برايق البيت والشغل والعيال. لا والله العظيم الواحد بيسحب اللبس وهو مش شايف قدامه. حاجه لا 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 بصي مش برايق ولا حاجه، مفيش حد اللي عايز يهتم بنفسه بيهتم بنفسه. ما هو انا ما ينفعش انزل بره ابقى جايه نازله بره اروح لابسه مش عارفه ايه على ايه على ايه واقول للناس انا كده حلوه وانا كده واوجع عين الناس اللي قدامي. انا دايما اقول لهم يعني الناس خليكي بسيطه، لو انت مش عارفه تعملي تركيبات او تعملي كاركتر امشي في طريق واحد بس، ان انت بسيطه في لبسك. جينز عليه شميز معين، عليه جاكيت، عليه مش عارفه، لو انت بترتاحي بده حسب ظروف شغلك، عمليه، بتظهري في اماكن، وظفي لبسك حسب شغلك. وخصوصا بنات الجامعه. بالظبط بنات يعني الجامعه احنا بنشوف فاشن شو ملوش اي علاقه بالشو ولا الفاشن ولا اي حاجه. عايزه اقول لك بقى على حاجه ملوش علاقه. انا جيت عملت قبل كده هنا حلقه كمان اتكلمتهم قلت لهم ان لازم 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 يحافظوا على الستايل بتاع لبسهم في ده. لان ده بينعكس عليهم بعد كده، وتراي انك نازله الصبح والناس شايفاك الصبح. بالظبط يعني بينعكس عليهم في ايه؟ في لانهم بيبقوا داخلين اولى جامعه حاطين فول ميك اب لابسين كل اللبس، فاوريدي بتوصل لرابعه. وبالنسبه للمحجبه بتبصي تلاقيها طرحه فوق طرحه فوق طرحه، وفي ورده وفي مش عارف ايه طب ليه؟ يعني في افلام بتتعمل في الطرحه. احنا بنلجا دلوقتي للبساطه، المفروض ان احنا اوريدي يعني المفروض ان احنا بنبعد عن الحاجات الاوفر. يعني زي ما بقولك الناس متعوده على التايجر مثلا، التايجر البني، ما هو التايجر البني ده بلبسه بطريقتين، يخليني بلدي يخليني شيك. بس الناس بتبقى شايفه ان التايجرات اللي فيها احمرات بتقلب على بلدي. لا طب ما البني بيقلب على بلدي، بس هو نازل موديل حسب طريقه استخدامه. بالظبط هو حسب طريقه الاستخدام. حسب انا بلبسه، انا لو لبسته بصراحه بطريقه ممكن يقلب على بلدي عليا. وانا عارفه ازاي هلبسه مثلا. ما هو ده لانك يعني مش بتكلم عنك كستايلست كبني ادم عاديه. ده لانك عارفه انت ايه اللي بيليق عليكي وايه اللي ما بيبقاش لايق عليكي. بالظبط. فده محتاج ان احنا نفهم طبيعه جسمنا وطبيعه لبسنا ايه كويس، نعرف ايه اللي يليق علينا، نعرف احنا رايحين فين، اما نيجي نشتري نتفرج كويس، ما يغرناش ان الموضوع ده شافت فلانه لابساه فاروح اقلد. التقليد ده مشكله. صحيح التقليد ده مشكله. في نوعين من الستات بيبقى عندهم مشكله. الست اللي مش شايفه ديفوهات جسمها برافو. فبتلبس تبع الموضه وخلاص ايا كان مش فارق معاها، المهم ان هي تبقى فاشن. والست اللي ديفوهات جسمها معقداها فما بتلبسش غير طقم او طقمين هي شايفه تدارى فيهم عشان ديفوهات جسمها تدارى. بصي احنا الفكر برضو اتغير، يعني دلوقتي الستات كلها عايزه، اللي عايزه تخس واللي عايزه تهتم بنفسها واللي عايزه واللي عايزه. احنا بقينا في عصر زي ما قلت لك تكنولوجي اكتر، فكله عايز يعمل حاجات الـ 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 حتى ستات البيوت على فكره. لا كله بيجرب. لا احنا عندنا هوس. بقى في بس دي بقت مشكله. دي ان احنا بنجرب غلط. يعني انا من خلال تجاربي مع الناس اما بتيجي حد يكلمني فعلا بكون صريحه واقول ده غلط. يعني ده غلط ليه؟ لان فعلا انا الصور اللي بتتبعت لي بتوجع لي عيني. دي حقيقة. يعني انا قاعده قدامك انت لابسه بني بس انا عيني مرتاحه، انا قاعده مبسوطه، غير لما تلبسي هتلبسي بني وتحطي لي ذهبي وهتحطي لي اكسسوار ذهبي كتير وهتحطي اللي هي التاتش بتاعنا التاتش حزلقوم يعني بتعذبيني كده. لا في كارثه من الكوارث بقى احنا بنعملها. ايه؟ الشراء اونلاين. احنا كستات بتشوفي الحاجه اونلاين تتهبلي عليها وتبعتيها لصاحباتك وتجيبيها، مجرد ما تلبسيها تبقى بتلاقي زي الفرق بالظبط بين طنطا وتفاهنا العزاء، يعني حاجات كده. بصي هقول لك على حاجه، هو طبعا الاونلاين ليه مشاكله كتيره جدا، بس انا بقول دايما للناس ايه يا جماعه، احنا حسب انت بتشتري ايه،
انا بشتري مثلا سي بانتالون، البانتالون ده سهل ان انا اجيبه وات ايفر شكله عامل ازاي. هقولك في الجينز مش هيخسر، في بس في موديلات ممكن في حاجات تدمرني فيها مغامرة. بالظبط، لكن اي حاجه من فوق دريس، الدريس مش بيبقى زي الحقيقه، لا خالص، لازم لا خامة ولا براب تفصيل ولا تقف ولا فينش، ولا فينش، يعني بتلاقيه حاجة تانية خالص بالظبط. كأنك مشتريه من فلازم الشارع. تبقي واخدة بالك كويس جدا انت بتشتري ازاي، ومكان او موثوق ثقافة منه. شركة، يعني ثقافة الشراء يا جماعة، ثقافة الشراء دي مهمة جدا ان انا اتعلمها، اتعلم ايه انا نازلة اشتري ايه. هو انا نازلة اشتري شنطة مثلا، انا كأميرة ما عنديش غير شنطة بجيبها تبقى لايقة على كل الحاجات، لكن في ناس عايزه تلبس شنطه حمراء وجزمه حمراء وشنطه وشوز مش عارف. الموضوع ده مهم جدا بقى، طب عشان ليه؟ في ناس لما يلاقوا واحده لابسه البوت لون والشنطه يقول لك ليه ده مش لون ده، هو لازم بالعكس. يبقوا لون بعض؟ لا طبعا ملهاش طبعا علاقه. ملهوش علاقه، بالعكس يا جماعه الموضوع ابسط 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 من كده. انت بتطلعي سامبلي، بتطلعي احلى، بتطلعي طبيعيه طول ما انت لابسه، طول ما انت طول ما انت لابسه ستايلك، يعني حتى لو الموضوع لابسه مش محتاج فاشن. ميزانيه، اقصد بالظبط، مش محتاج ان انا يبقى عندي 12 شنطه او 20 شنطه او 20 جزمه وتنزلي في السيل تروحي جايبه 15 بقى واروح حاجه واشيلهم علشان عشان السنه هينفعوني، الجايه. هينفعوني السنه الجايه واجي السنه الجايه طالما اليوم خلي مقشرين بالك مثلا. انا بتعامل اصلا مع ناس حقيقيين، يعني ناس حقيقيين في الحياه، وما باجي اتكلم معاهم بالنصايح او بخليهم يختاروا ستايل معين في اللبس، فاقول لها ممكن تجيبي لي دولابك القديم؟ فلما تبدا تظهر لي ده اقول لها طب انت بتشتري ليه؟ يعني انت ممكن تقولي كده فعلا؟ اه طبعا. يعني ما بتنصحيش ان انت تغيريها لا تماما هاتي هاتي دولابك، وسيبي دولابك لا وانا هاتي هغيرك هخليكي دولابك، واحده تانية؟ لا هاتي دولابك وانا هساعد عليه وشكرا. اصل احنا فكرتنا عن الستايلست كده لا لا اللي هو عادي. لا 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 ارمي كل الكلام ده، ارمي كل نو الكلام، انا هخليكي واحده تانية خالص. لا انا بقول لها هاتي دولابك وتعالي نشتغل عليه ونزود عليه الجديد، وده بقوله لكل البنات في الدنيا وكل الستات، هاتي دولابك شوفي اللي ناقصك وتعالي نشتغل على الجديد نزود عليه بس مش اكتر. اول ما بتشوفي الواحده بتعرفي ايه اللي هتداريه في جسمها وايه اللي طبعا هتظهري طبعا من النظره الاولى؟ بالنظره طبعا، لان اوريدي. وبعدين انا ما بحبش حد يخش عليا وجالي انا يبقى داخل وجالي انا، سواء ميك اب سواء لبس سواء كده، فدايما بلجأ معاهم اقول لهم يا جماعه هاتي اللي عندك وريني ستايلك صوره وهاتي اللي عندك. فالست بتبقى فرحانه ايه ده بجد انا هلبس القميص ده ازاي؟ لا هنلبسه بس هشتري جاكيت عليه لونه بينك لونه عايز جراي يظهر لك كذا الطقم كله على بعضه. بالظبط. فايه رايك لو نشوف الكاركتر بس كذا؟ لا طب انت بتقولي ده مش هينفع. شوفي اما بتشوف نفسها هي بتحس ان هي عملت حاجه وفي نفس الوقت ما اشتريتش كل الطقم، طب انا في حاجه قطعتين. غيظاني جدا اليومين اتفضلي. يعني ده داخل شويه في الاكسسوارز بقى، الجنيهات الذهب اللي طالعه موضه والدناديش اللي احنا بنشوف، ايه ده؟ بصي هي بقت صناعه، هي بقت صناعه، هو بقينا نخترع اكسسوارز بالحجم وبالمش عارفه ايه، يعني ما بقيش في الفن بتاع زمان اللي احنا نعمل اكسسوارز هاند ميد انك تشوفي قطعه تقولي ايه جمال ايه تصميمها ده، لكن ده الحلق مش عارفه اعمل ازاي. ليه بقول لك هي بقت انا صناعه شايفه مصر وبيزنس. كلها لابسه جنيهات ذهب اليومين دول. هي موضه اوريدي، اوكي اتس موضه، يعني نازله في الفاشن. بس مش نازله ان انا البسها 3 4 5، هي نازله واحده. لا انا شفت بصراحه يعني في ناس بس انا هقول لك لابساها 12 دور. طب انا هقول لك منظر الصح مش ايه، طبيعي. هي المفروض واحده وجنبها بالظبط كده الماظه صغيره بيضه، هو ده الموضه. هي دي الفاشن بتاعت السنه. امال بقى الحاجات جولدن؟ لا الحاجات هي التانيه دي الحلبي والمش عارف والايه لا دي اختراعات، معلش انا دي افواره بقى. افواره طبعا طبعا طبعا. الاكسسوار بيهمك قوي انك تنسقيه مع اللبس؟ لما يكون بسيط، اهم حاجه يكون بسيط ما يكونش اوفر، يعني ملوش علاقه بحجم الوش بحجم لا الرقبه، يعني ما تجيش مثلا انت عندك من فوق عريضه جدا تروحي لابسه لي عقده قد كده. خلاص هي كده الدنيا باظت، انت كده بتدمريني. تلبسي حاجه سامبل كده او حاجه مسحوبه. بالظبط سامبل، لو انت محجبه او مش محجبه بتلبسي حاجه سامبل بحيث عيني لما تشوفك تتشد الحاجه السامبل ما تتشدش للحجم الكبير. لكن هتديني عقده قد كده وفي ستراس وفي مش هتتعبي وغوايش، هتخليني بقى اركز بقى ان انت فعلا ضخمه. يعني انت هتخليني اركز ان انت فعلا ضخمه، يعني انت بتشتغلي على الخداع البصري طبيعي. ده اساسي طبيعي، لازم اعمل كده لان اوريدي احنا كلنا لازم نعمل كده عشان ما الفتش النظر اللي قدامي انا عندي عيب في ايه.
يعني انا عندي عيب في ايه؟ من طبيعي ان انا لازم البس الحاجه اللي تخلي اللي قدامي ما يشوفش ان انا مثلا ساي عندي مشكله هنا، البس اللي يخلي الناس تشوفني توتال شكلي كويس. بصي، هو الطبيعي ان الناس كلها مش ذوقها زي بعض، اه طبعا ولولا اختلاف الاذواق لبارت السلع، طبعا وكل واحد بيبقى ليه الذوق الخاص بيه. وفي ناس بتبقى لابسه حاجه انت ممكن تشوفيها بشعه جدا، بس هم مستمتعين ما هي دي جدا بقى وهم لابسين. ثقافه، فانت بقى حاولي توصلي لها. ده بيبقى عن طريق بقى ايه، يعني اما انا بتكلم مع الكلاين او بتكلم مع حد بقول له ليه كده، بحس ان هي بتكلمني بمنتهى زي ما انت بتقولي، بتبقى الثقة. مقتنعه اه جدا. جدا طبعا. فلما اجي اوريها صوره صورتها بقى، هي نفسيتها بتتعب بقى. لازم تواجهي، اصل لازم تواجهي، انت مش هتواجهي الناس كلها، بس احنا دلوقتي بنحاول نعلم العادات الصح والعادات الغلط. يعني ده اللي المفروض اللي احنا نعمله الفتره دي بجد، العادات الصح والعادات الغلط، لان الموضوع بدا يسيء. والجيل الجديد اللي طالع الصغير، انت بتتكلمي بنات جامعه، احنا مش عايزين عينه تاخد لا على التلوث كلمي في البصري ده. الثانوي، دولت بيعملوا فاشن، بقوا فاشونيستا لا، كلهم على مع نفسهم انستجرام انا بشوف بلاوي. بالظبط، فده خطر جدا، فلازم يبقى في حد بيديهم لاينز بقى للحاجات دي. طيب، في 30 ثانية هتقولي دلوقتي للبنات والستات اللي قاعدين بيتفرجوا علينا، موضة صيف 2019 ده حصري. حصري. عايزه اقول لهم ان البنطلونات الاسترايت هترجع تاني، جامب سوت معانا السنه دي، الحاجات الفلوري معانا، الالوانات طبعا ابيض في اسود برضو معانا السنه دي موضه، والاحمر والاخضر والالوان الميتاليك برضو معانا. بس مش الصبح. لا مش هيبقى الصبح، مش الصبح خالص. يعني يا ريت بلاش الصبح يا جماعه. الدريسات طبعا معانا، الميدي معانا جدا، الدريسات القصيره معانا، بس طبعا نلبسها بقى بستايل، على كوتشي، على شوزات بشكل مختلف، المحجبات، الجيب شورت، الالوانات كلها المبهجه معانا، والباستيل معانا السنه دي ان شاء الله. طيب الرجاله بقى، عشان في رجاله معانا في الكنترول بيسالوا. طيب عايزه اقول لكم حاجه، الرجاله دلوقتي بقى موضتهم، انا لسه عامله موضوعين عنهم، فعلا بجد الموضه بتاعتهم اختلفت. هيرجعوا في الشتاء يلبسوا هاي كول تحت البدله، المنطوات كانت الطويله، جميله والله، والله كانت كانت جميله جدا، بتعجبني قوي بتشيك على الصراحه، الشميزات والحاجات قوي دي. قوي. دي حاجه. الالوان بطلنا بقى الكحلي على البيج والكلام ده، لا بقى والجراي في على البلو. بينك على جراي، بقى في عندهم الوان حلوه، بقى في عندهم النبيتي، بقى في عندهم الاحمر، بقى في عندهم البنطلونات الكاروه هترجع عندهم موضه. بس مش بنطلونات حمراء، لا مش عشان يعني بنطلونات انا حمراء، بشوف بنطلونات بنطلونات كارو خضراء، موضه يا بنطلونات جماعه، حمراء وحاجات بنطلونات عجيبه الكارو كده. موضه، وتلبسوا عليها شميزات براحتكم. انا طبعا بشكرك انا فرحانه. ونهارك سعيد، ميرسي نورتينا وشرفتينا، شكرا لك يا اميره. ميرسي جدا. ميرسي. شفنا معاكم فقرتنا، ولسه معانا فقرات تانية بعد الفاصل، خليكم معانا وتابعونا.